الخبر اولي عادنا علم وناجي القاق يا حبايب، وللاسف اللي قاعد يصير وياهم. بالنسبه اللي سالوه شنو اللي قاعد يصير وياهم، فلما نزلت على حسب بالانستغرام هذا الستوري من واضح انه هي فعليا حزينه، وكانت كاتبه بي يا حبايب انه اللي قاعد يصير ويانا ما يصير بالافلام الهنديه. ناجي القاق ارتفعت حرارته ل 39 تقريبا، لا حول ولا قوه الا بالله، اللي عم يصير معنا مش طبيعي. بعد نزل شويه ستوريات ناجي القاق كان من داخل البيت وحاطين له مغذي بايده مثل ما شايفين، ولكن بعد نزلت شويه ستوريات تطمن بها المتابعين انه الف الحمد لله ناجي القاق شويه بدت حالته تتحسن. حتى كل القصة اللي صارت وياها الأطباء اللي ما يعرفوش اللي دي صار ويا ناجي القاق. على كل ألف الحمد لله على سلامته يا رب. أكون أحطكم الستوريات تشوفوها عم تعرفون أكثر المشاهدين. الحمد لله الحرارة نزلت، هذا أهم إنجاز مبارح إنه دربين ولسه درجة حرارته 39.5، كان الموضوع كتير جنان. المشكلة أعراضه غير عن أعراضي، بتدخلوا على المستشفى بتسألوا إنه شو في، طب كورونا؟ لا مش كورونا. طب إيش اللي عم بيصير؟ في فيروس. انه اغلب الناس اللي عم بتروح كتير في حالات عم تشكي انه بصدرها في حرارة. عن جد ديروا بالكم، والله عن جد ديروا بالكم. يعني انا وحياة الله حاسة اني نفسيا صار مالي اشي. يعني انا مبارح بس هيك صفنانة بانجة بالحياة انه هذا اللي عم بصير طبيعي، يعني طبيعي ولا ايش صاير للدنيا. فالحمد لله يا رب، وارقوا نفسكم، الله يحمينا ويحميكم، وادعوا لنا ادعوا لنا. ما بعرف شو عم بصير معنا. ننتقل حاليا لمصطفى ريدر يا حبايب، وش النار اللي سواه؟ فبعد ما امبارحه غير صوره حسابه للون الاحمر ومسح كل صوره، اليوم يا حبايب يرجع للحساب الانستغرام وينزل هذه الصوره اللي انا من خلالها انه ان شاء الله باقي يومين راح ينزل اغنيته الجديده راح تكون مناسبه المليون. فاكتبوا لنا بالكومنتات ايش قد متحمسين لهذه الاغنيه. وعلى سيره المفاجات يا حبايب، فاسامه مروه نزل هذا الستوري اللي قاعد يعني من خلاله انه صور اقوى مقطع بقناته او اكبر مقطع بقناته راح ينزل لنا قريبا. فاكتبوا لنا بالكومنتات ايش قد متحمسين لهذا المقطع شو انتقان راح يكون. وننتقل حاليا انس وصالي يا حبايب، بالنسبه لاول شيء واللي هو عيد ميلاد اخو انس الكبير يا حبايب اللي كان طالع ويا بعض البودكاستات، فكل عام بخير اقبل مليون سنه يا رب. وبالاضافه اخو صالي يا حبايب همين عيد ميلاده، فكل عام بخير اقبل مليون سنه، ولا تنسون يا حبايب ان تعدوهم بالكومنتات على عيد ميلادهم. ننتقل حاليا يا حبايب للتهجم اللي تعرضت لناريني بيوتي بعد ما نزلت هذا الستوري، انه انوات كان ستوري غريب قاعده تمسح بيه ملابسها. بعض الاشخاص شافوا هذا الشيء عيب، صار يشرب التيك توك انه هو عيب او هو فضيحه لنارين. بالاضافه نفس الشيء يا حبايب بالنسبه لبيسان اسماعيل نشرت هذه الصوره اللي تعرضت هواي من التهجم بسبب انه ملابسها قصيره وبطنها شويه طالعه، جاء شويه تهجم انه ستر عليك احلى تنوره قصيره من هذا الكلام. فاكتبوا يا حبايب بالكومنتات هل استحقوا التهجم اللي تعرضوا له او لا. وبالختام يا حبايب عن قمر طاي والشيء الصادم اللي سوته، فقمر طاي يا حبايب عم تنشر فيديو لانا ويا محمد، لانا محمد ويا نور مارشن يرقصون ويا بعض يا حبايب مثل ما شايفين. راحت قمر طاي وسوت فولو لانا محمد اليوم، اللي اغلب متوقع ان هي نوعا ما رساله انه نور مار هو حبيبها فابتعدي عنه. والشيء الغريب فعليا اللي صار ليأكد الكلام انه لانا يا حبايب حذفت هذا الستوري اللي كانت منزلته اللي هو كانت رقصتها ويا نور مار، راحت مسحتها بعد ما سوت فولو القمر وهي سوت له فولو طبعا وياها. فاقدر حبايب بالكومنتات شو رايكم اللي قاعد يصير، وهل توقعون القمر هي ضغطت على لانا تمسح الستوري او لا؟ بس والله حبايب انه وصلت المقطع، اتمنى عجبكم، فجروا مقطع لايكات وبس. كان كفايه زي ما قلت لك القصص، احبكم، مع السلامه.